يسعد اوقاتكم جميعا، برحب فيكم من جديد ويوم جديد، وصفة جديدة من قناتي هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاين. وصفتنا اليوم رائعة جدا، لذيذة جدا، بتبرد حر الصيف وبعشقوها الصغار والكبار. هعملكم ايس كريم بالحليب المغلف بالشوكولا بنظام القوالب، قريب من قريب شكلا قريب من السوق، طعما احسن من السوق ان شاء الله، رح يعجبكم كتير، بدون كريمة وبدون بيض. مكونات وصفتنا لليوم هي كوباية حليب، أو ممكن تحطي كوباية مي، كوباية حليب باودر ناشف، تلت كوب حليب مكثف محلى نستي أو أي نوع، لأن الأنواع صارت كتيرة بالسوق، ملعقتين نشا كبيرة، راح نحط عليهم 3 معالق مي باردة نحركهم ليدوبوا عشان نحطهم على وصفتنا، نص معلقة فانيليا سائلة، وراح نحتاج شوكولا خام نسيحها عشان نغلف فيها الايس كريم بعد ما يجهز ان شاء الله. تابعوا معنا الطريقة لتشوفوا طريقة التحضير. بعتذر، فكرت الفيديو عم بيسجل، للأسف كنت عم بحط المكونات. حطينا الحليب الباودر بالطنجرة اللي حنحطها على النار ما تكون لاصقة، والحليب السائل، حليب المكثف المحلى كنت لسه عم بنزله، بعتذر جدا جدا سامحوني. هنجيب المي الباردة والنشا تبعنا، هنحط 4 معالق، سوري 3 معالق كبار مي باردة، ونضيفهم على النشا ونحركه، بنحركه وبعدين بنضيفه على وصفتنا. هالطريقة ما ذاب معنا، حنضيف كمان شوية مي صغيرة. لغاية ما يدوب ونضيفه على الوصفة ونحركه. انا فضلت اني انا احطه على البارد بالوصفه، لانه لو نحط معكم على الحليب هو ساخن وانتم ما عندكم خبره بالطريقه حيكتل معاكم وما راح تنجح الوصفه، اما هيك مضمون النجاح تكون 100% حسب الطريقه اللي انا هعملكم اياها. هاي الطريقه للمبتدئين لنجاح الوصفه بطريقه مضمونه. ضفنا النشا، هنحط هلا كمان نص معلقه صغيره فانيليا على وصفتنا، ونروح على الغاز نحركها لغاية ما تغلي وتتجانس وتتكاثف شوي. خليكم معي تشوفوا طريقة الطهي ان شاء الله. حطينا الايس كريم على النار، على نار متوسطة، حنضل نحرك فيه لغاية ما يغلي، وبعد ما يغلي نتركه شي دقيقة أو دقيقة ونص، وبعدين بنرفعه لنفضيه بالقوالب إن شاء الله تعيد الآيس كريم. ما لازم نوقف تحريك أبدا عشان ما تكتل وصفتنا وتطلع كريمية، أسهل آيس كريم بالطريق، حيطلع زاكي معاكم كتير كتير عن تجربة، نصحكم تجربوه بعد ما تتابعوا ان شاء الله الخطوات وتعرفوا طريقة التحضير. خليطنا بدأ يغلي، مثل ما قلت لكم عم نحرك كويس، بس يغلي مدة دقيقة لدقيقة ونص رح نطفي تحته، نحطه بزي قالب او وعاء او شغلة يعني إلها زي الابريق اللي نقدر نفضيها بالقوالب ونحطها بالمجمد. ثواني وبتشوفوا ان شاء الله كيف الطريقة. شوفوا الوصفة ما احلاها، كريمية، ها ما شاء الله لا قوة الا بالله، وريحتها كتير حلوة. راح اطفي تحتها هلا وبعدين احطها بالقوالب، خليكم معي. خطوتنا قبل الاخيرة، ان احنا حطينا الايس كريم، خليط الايس كريم في غلاية، انا حطيته في غلاية عندي تمام زي ما انتم شايفين، هحطه بقلب القالب هنا، وبعدين
احطه بالفريزر لغاية ما يجمد ان شاء الله. ونطلع على الخطوة الاخيرة اللي هي التغليف بالشوكولا، الخطوة الاخيرة ان شاء الله زي ما انتم شايفين. هنجيب سيلفر ونفتح بالنص هنا عشان نحط العودة، بهالطريقة سيلفر. هيك تمام تمام زي هيك هنحطها هلا، سوري زي هيك هنحطها هلا بالمجمد، نتركها من 4 لـ5 ساعات تتجمد. حطيت الشوكولا الخام على حمام مي سخنة لحتى تسيح عشان اغلف فيها الايس كريم، بقى لازم المي السخنة توصل لجات البايركس عشان الشوكولا ما تخرب معانا مثل ما انتو شايفين. الشوكولاتة اللي استعملتها نوع برازيلية كتير طيبة، صدمني الطعم على قد ما هو رائع، منا حلوة ومنا مرة. كنت حاطة بأول فيديو شوكولاتة تانية لكن ما استخدمت هاي الشوكولاتة. إذا انتو حابين تكون طرية على الآيس كريم بتضيفوا عليها زيت أو زبدة، تمام؟ أنا ما ضفت عليها شي، خليتها مثل ما هي، فبالتالي تتكسر وقت ناكلها. هذا الفرق بين إنه نضيف لها زيت أو لا. هلأ بنطلع الآيس كريم من القوالب ومنغطسه بالشوكولا، هغطس بشوكولا لحالها وهغطس كمان بالشوكولا واضيف عليها مكسرات، وممكن نخلط المكسرات مع الشوكولا، هذا كل شيء خيالي. المكسرات النوع اللي انتو بتفضلوه اللي انتو بتحبوه، يعني اي نوع. حطيت قدامي تلج، هغلف الايس كريم بالشوكولا واحطه فوق التلج عشان ما يسيح. هو اجمالا الشوكولا مسكت فورا على الايس كريم وانا عم بغلفه هون لانه الايس كريم بارد. وبتتابعوا بهاي الطريقة لتحصلوا الكمية وبتكون صارت الايس كريم جاهزة معنا. بهاي الطريقة أنا حطيته فوق التلج، هاخدهم حبة حبة وأغلفهم لغاية ما تخلص الكمية، كمية منا كبيرة. بالنسبة للنشا، العيار تبع النشا هو معلقة واحدة منه معلقتين، أنا غلطت بالعيار سامحوني. لازم يكون في مصداقية بتقديم الوصفات لحتى ما يخلص مع ما يخ... ما ي... يعني ما يحصل معكم أي خطأ، تمام؟ وصحة وعافية.
وصفتنا لليوم خلصت، كانت آيس كريم بالحليب مغلف بالشوكولا بدون كريمة بدون قشطة وبدون بيض، كتير زاكي. بتمنى تجربوها، وإذا جربتوها عجبتكم بتمنى تبعتولي رأيكم بالتعليقات لحتى كل مين حابب يجربها يتشجع ويجربها. بنتي شهد وناصر هيدوقوا الوصفة يقولوا لكم رأيهم فيها. خد ماما ناصر. صراحة زاكي صحة وعافية، خد كفي يا ماما. طيبة. إذا كنتم مشتركين بالقناة وحبيتوا الوصفة ما تنسوا تدعمونا بلايك بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنتم مو مشتركين بالقناة ما تترددوا واشتركوا لأنه لسه الجاي أحلى بكتير. دمتم برعاية الله، مع السلامة. يسعد أوقاتكم جميعا متابعينا الكرام، برحب فيكم بقناتي هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاين. وصفتنا لليوم هي القدرة الفلسطينية الخليلية، رح نعملها على الأصول، لكن أنا حعملها على الغاز بطنجرة مش بالفخارة، بطنجرة عادية. للأسف الفخارة اللي عندي أنا انكسرت، ولا كنت حابة أقدم لكم إياها بالفخارة لأنه طعم طبعا مختلف تماما. اللي عندها الفخارة حتعملها بنفس الطريقة لكن بدل الطنجرة العادية بالفخارة. رح نستعرض المكونات مع بعض بشكل سريع ونبدأ بتطبيق وصفتنا مع بعض. محتاجين بالأول دجاجتين، أنا بسلخ الجلد بصراحة ما بحب أخلي الجلد، مغسولين منيح ومنقوعين بالخل والملح، تمام. حمص حب، هدول 200 جرام منقوعين سابقا ومسلوقين نص سلقة، يعني مش استواء كامل. تيلة أرز بسمتي منقوع سابقا قبل بساعة، ممكن تستعملوا كمان الرز الأمريكي أو المصري، هذا الشيء راجع لكم، الرز اختيار شخصي منكم حسب أنتم كيف بتحبوا. وصفتنا بدها بصل كتير، فهدول نص كيلو بصل ما يعادل 5 حبات مفرومين فرم خشن، راسين ثوم المتعارف عليه انه بحطوه بقشره، لكن احنا بصراحة ما بنحب نحطه بقشره، فأنا قشرته رح أحطه زي ما هو هيك حبات كاملة. موضوع الثوم كمان خياري، بتحبوا تحطوه بقشره بتحبوا تقشروه، هذا شي راجع لإلكم. توابلنا لهاي الوصفة، لازمنا لسلق الدجاج نحط الدجاج على النار، التوابل الجافة اللي هي ورق غار 3 ورقات، عودين قرفة أنا كسرتهم، كم حبة هيل، كم حبة كبش قرنفل، وكم حبة فلفل أبيض أو أسود حب، ولازمنا معلقة كبيرة كركم، 3 معالق كبار بهارات القدرة، وأنا حاطة هون من الماجي اللي أنا صنعاها بإيدي ما يعادل مكعبين من الجاهز، يعني هدول 3 مكعبات صغار. يلا نروح لطريقة تطبيق وصفتنا مع بعض على الغاز. يلا رح نتبع القدرة مع بعض. هننزل الدجاج بالأول بالطنجرة تبعيتنا، بشعل تحت الطنجرة بالأول خليها تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما انتم بتعرفوا انا بطبخ بزيت الزيتون، لكن الدسم خياري، وححط شوية سمنة حيواني على وجه الطبخة بعد ما تجهز، يعني مش سمنة نباتي، حيواني، كل شيء صحي. المعروف انه اللي بيعملوا القدرة بعد ما يستوي الدجاج بشيلوه وبشوه بالفرن، هذا الشيء بنشف الدجاج فاحنا ما بنحبه هيك، لكن برضه فيكم انتم تشووا الدجاج بعد ما يخلص وتحطوه على وجه الطبخه مشوي،
تمام. انا حطبخ المكونات مع بعضها بطريقه كتير مرتبه، حتشوفوا كيف. دجاجنا صار على النار، حضيف عليه التوابل الجافه وزيت الزيتون. ما راح كتر شي، 3 معالق كبار حطيت. هننزل بالاول التوابل الجافة، اخليه يتشوح شوي على النار وبعدين بضيف المي السخنة. أنا غالية مي مصلحة لاختصار الوقت. أنا دائما بشيل الجلد عن الدجاج، أول شي منه صحي، ثاني شي مهما تنظف الدجاج إلا ليصير زفر، يعني فيه ريحة زنخة بعد الطبخ يعني. أما بهاي الطريقة ريحة الزنخة مستحيل تشميها، حتى لو ظلت الأكلة عندك البراد يومين ما بتطلع ريحة زنخة. والدي الله يرحمه كان لما يشوفني منظف الدجاج بهالطريقة على قد ما أنا موسوسة يقول لي مشان الله يابا خلي عليها شوية دسم شوية دهنة. أنا ما بخلي عليها إشي صراحة، لا دهنة ولا جلدة ولا إشي، يعني بس لخ سلخ كأنه. هيك شوحناهم، هننزل المي السخنة على الدجاج. حتى هيك ما بتطلع تخمة، يعني تخيلوا أنا نادرا ما الدجاج لما أسلقه إنه يطلع تخمة معي وجه أبيض يعني، أو وسخ الدجاج وهيك يعني. نزلناه بالماي، غمرناه بالماي. هلا حننزل بهاراتنا الجافة والماجي. هاي الماجي تبعنا. بصراحة أنا نادرا ما أستعمل الماجي السوق إلا إذا انقطعت من الماجي اللي أنا عاملاه بالبيت. بعمله باودر وبعمله مكعبات بالفريزر، طبعا طريقتين مختلفين، هذاك خضار وهذا الثاني فيه مرقة الدجاج، يعني بكون سارقة دجاجة والمي تبعية الدجاجة هي أنا بعملها ماجي. ان شاء الله بقى انزل لكم طريقتها على قناتي. هاي البهارات القدرة والكركم نزلتها. هلا بحرك الوصفة مع بعضها. اللي ما بحب التوم بالوصفة بيقدر يستغني عنه. بعتذر منكم اجاني فون. رح نكمل وصفتنا هلا. رح ننزل التوم زي ما قلت لكم، اللي ما بحب التوم في ناس ما بتحب التوم، اللي ما بحب التوم بالوصفة عادي بيقدر يشيلها، بس طبعا حيفرق الطعم، مش حتطلع نفس طعم القدرة اللي احنا بنعرفها. اللي ما عنده بهارات القدرة الجاهزة بيقدر يعملها بالبيت على فكرة، مكوناتها كتير بسيطة. هي نفس البهارات الخمسة اللي حكيت لكم عنها، الزنجبيل والقرفة المطحونة والفلفل الأسود والفلفل الأبيض والجنزبيل تمام والهيل. بنضيف عليهم بس جنزبيل مطحون والبهار الحلو. شو هو البهار الحلو؟ اللي هو نفس الفلفل الأسود بس بتيجي حباته كبيرة شوي، هذا بهار حلو، فلفل حلو يعني تمام. ممكن تحصلوه مطحون وممكن انتو تجيبوه حبات يعني كبيرة اللي هي هذا الفلفل وتطحنوه بالبيت، بتصير معاكم بهارات القدرة تمام. هلا انا ضفت البصل والثوم وراح اغطي الاكلة شغلة 15 دقيقة 20 دقيقة، يعني ما بدنا الدجاج يستوي يدوب لانه لسه في مرحلة طبخ الارز والحمص. انا ما راح احط الحمص هلا، يعني انا طبخاه نص طبخة، هحطه بعد شوي تمام. راح اجيب اغطي الطنجرة. طبعا انا عم اغطي الطنجرة بغطى تاني غير غطى الطنجرة، لانه غطاها بصراحة انكسر هو ازاز. فبعتذر على المنظر، ما ممكن ما يكون حلو كتير يعني للامانة، بس مضطرة شو بدي اعمل، وجود بالموجود.
هيك انا غطيت طنجرتي، خليها تغلي وبوطي تحتها ربع ساعه، وبنروح لمرحله تطبيق الارز والحمص ان شاء الله. شوفوا وصفتنا عم تغلي، شايفين لونها هيك لازم يكون غامق عشان الكركم. اطلع كيف ما عملت اي وجه ابيض، لانه عم نطفي الجاز كويس وما مخلي عليه اي دهنه او جلده او شيء، يعني حتى بنطفه من خيطان الدم اللي فيه. اذا بتنظفوه بهالطريقه مستحيل يزنخ معاكم الدجاج. انا كثير ناس بتقول لي بننظف الدجاجه ما بتضل تزنخ، اشي بيقول لي بننقعها بطحين، اشي بيقول لي بنغسلها بصابون. بصراحه شيء فاجئني يعني، وناس بتقول لي انه احنا يعني بننظفها كويس لكن مع ذلك بتصفر. لكن ما يعني قلال اللي قالوا لي انه ممكن يحطوا على الدجاجه خل، او اللي انه بيشيلوا الجلد يعني عن الدجاجه. فاللي بده الدجاج ما يصفر معاها ويعمل زنخه، تشيل الجلد، تنظفه من الخيطان من كل شيء فيه، وتنقعه بالخل والملح مده 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين اذا ما بدها طعمه الخل تبان بالاكل تغسله، وبعد هيك تتبله. تمام، حسب بقى كل وصفه وصفه بتفرق طريقه التتبيل. في دجاج لازم يبات قبل بيوم بالثلاجه بالتتبيله، في دجاج بتتبل قبل نص ساعه، في دجاج فيك تتبليه على النار مثل هاي الوصفه تبلته وانا واقفه على النار يعني. تمام، بس هلا بنترك الوصفه 10 دقائق على النار، بحوطي تحته، وبعدين حننزل الحمص والارز. مرق 10 دقائق على الطبخه على النار، رح ننزل هلا الحمص على وصفتنا. رح ننزل هلا الرز على وصفتنا، حنشوف مستوى المي اذا كويس ولا بدنا نزود مي كمان. لازم يكون قلمة اصبع المي فوق الارز، او لكل كوباية ارز كوبايتين مي. انا بقدر اعير بالنظر، انتو بدكم تعيروا بالكوباية، كل كوباية ارز بعد النقع بدها كوبايتين مي بالنسبة للبسمتي والامريكي. المصري قلمة اصبع المي لازم تكون فوق الرزات بالنسبة للمصري. هلا بتأكد كمان، لأن أنا ضايفة ماجي وضايفة ملح على الدجاج، هلا بتأكد من الملح، وإذا بدها ملح بزود كمان الملح ذوق شخصي، بتملحوا حسب أنتم كيف بتحبوا أكلكم بالبيت. طبعا رزنا حيحتاج مي لأنه ما ضل مي فوق الرز، هلا بزود عليه شوية. في حركة كمان كنت اشوف زمان يعملوها عشان يتأكدوا انه الرز ميته صح، يعني يحطوا معلقة بالنص ويدخلوها، واذا وقفت يعني اذا وقفت هيك معناته انه المي تبعيت الرز تمام، اما اذا نامت وقعت معناته المي كتيرة. هاي كمان طريقة لاختبار المي اللي موجودة فوق الارز ومدى صحتها كتيرة او قليلة. بده ملح، هزود ملح لانه الاكلات الرز هي الاكلات الوحيده اللي بعد ما تنطبخ صعب انه يتعدل فيها التمليح، يعني انك تملحها. هزود كمان موضوع المي فوق الرز. خليه يغلي على نار عاليه. تمام، وبعدين بوطي تحته عشان يتفلفل. الملح لما تيجي تدوق الملوحة، زي اللي بده ملح الرز مظبوط لازم تكون الملوحة ظاهرة عن المرقة شوي يعني زيادة، لأنه الرز حيشرب المي والملوحة. تمام، الملوحة يعني هيك مظبوطة، بدنا نزودها شوي عشان تصير ظاهرة زيادة. أنا لسه بدي أزود الماء هيك. تمام، ازود شوي المي واغطيها لغايه ما تشرب المي، وبعدين قبل ما تنشف المي بدنا نوطي تحتها لتتبخر. هاي زودت كوبايه مي.
اغطيها واتركها شوي تغلي لغايه ما يشرب الرز الماء ويضل شويه مي اللي احنا نهبل فيها الرز نبخره يعني. تمام، خليكم معي. نشفت مي الرز تقريبا، وطيت تحته، هلا هغطيه ليتهبل، بس حضيف عليه معلقتين السمنه اللي حكيت لكم عنها. انا جايبه اصيل حيواني، تعطيها طعم طيب للطبخة، وانتو فيكن تحطوا النوع اللي بدكم اياه. رح تحتاج مننا تقريبا 20 دقيقة على نار واطية بتكون جاهزة، وبعديها بنسكب الطبخة. لاقونا وقت تخلص. عملت جنب وصفتنا لليوم خيار بلبن، فرجيتكم طريقته قبل هيك، سهل كتير. نخفق اللبن بخفاقة يدوية مع ملح، واللي بده بيضيف عليه زيت ثوم مدقوق، وبعدين بتقطعوا الخيار ناعم يعني مكعبات صغيرة، بتضيفوه على الخليط وبتحركوه، وبعدين بترشوا عليه نعناع. تمام، رح نروح هلأ وصفتنا خلصت، أورجيكم كيف صار شكلها ونسكبها مع بعض. هاي هي وصفتنا صارت جاهزة، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الرز كل حبة بحبتها، لا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي. تمام، راح أسكبها بالصينية وأجيكم إياها. طبعا ممكن وضع مكسرات على وجهها وزبيب أو مكسرات أو بدون حسب الرغبة، أنا ما راح أحط عليها مكسرات، إحنا هون بالبيت ما بناكل مكسرات، أولادي يعني ما بحبوا ياكلوا مكسرات على الأكل. تمام، لكن المكسرات ذوق شخصي. هنزلها مثل ما بنزل المقلوبة، وبعدين أفردها بالصينية. الموضوع صعب شوي، ثواني تمكنت منها، لقيت الايد. اوكي هيها، هلا بنمسكها وبنقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا هي قدامكم عشان تشوفوا كيف طلع شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، احلاها، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هي وصفتنا صارت جاهزة، صحة وعافية على الجميع. إذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوا تدعمونا بلايك وتعليق على الوصفة، وشاركوها مع مين بتحبوا إنه هو يجربها إذا ما بيعرف طريقتها. وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة أول مرة عم بتزورونا، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. وصفتنا اليوم صارت جاهزة، كانت قدرة فلسطينية خليلية على الطريقة الأصلية على الأصول يعني. إذا عجبتكم الوصفة حابين تجربوها هذا الشيء بيشرفني، وبعد تجربتكم لإلها يا ريت ترسلوا رأيكم بالتعليقات، واللي عنده أي استفسار أنا مستعد إني أنا أجاوب على كل استفساراتكم. إذا أنتم مشتركين بالقناة ما تنسوا تدعمونا بزر اللايك الإعجاب يعني بالوصفة، وتشاركوها مع مين ممكن حابب يجربها وما بيعرف طريقتها. وإذا كنتوا أول مرة عم تزوروا القناة يا ريت تفعلوا زر الجرس، تشتركوا بالقناة ليصلكم مني كل جديد. دمتم برعاية الله، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد اوقاتكم جميعا، برحب فيكم بقناتي من جديد هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاينز. اليوم راح نقدم حلى كتير زاكي بجنن، سهل كتير وسريع وبعشقوه الصغار والكبار. يمكن يكون جديد عليكم، لكن لو جربتوه راح كتير تحبوه ان شاء الله. راح اعمل بسبوسه اللوتس وبسبوسه الاوريو مع بعض، تنتين يعني وصفتين مع بعض. راح استعرض معاكم مكونات وصفتنا وبعدين نبدأ طريقة التحضير إن شاء الله. لوصفة البسبوسة باللوتس محتاجين 150 جرام سميد ناعم، 75 جرام سكر بودرة ناعم، بودرة يعني مطحون، 100 جرام بسكوت لوتس مطحون ناعم، عدد 2 بيض، فانيليا عشان زفر البيض والنكهة يعني تعزيز الطعم، علبة قشطة 180 جرام، زبدة اللوتس الجاهزة أو نصنعها بالبيت. راح أصنع معكم زبدة الأوريو بناء على نفس الطريقة بتقدروا تعملوا زبدة اللوتس، طريقتها كتير سهلة ومكوناتها بسيطة. تمام، أنا قبل هيك عملت زبدة اللوتس بالبيت، لكن لما لقيتها جاهزة بالسوق جبتها، لكن طبعا الأوريو ما شفتها بالسوق، لهيك هنعملها مع بعض اليوم. وطبعا محتاجين سكر لعمر القطر الخاص بوصفتنا، انا هون حاطه 3 كوبايات سكر، لكل وصفه كوباية ونص سكر، يعني راح يحتاجوا كوبايتين مي، لكل كوباية ونص سكر محتاجين كوباية مي. راح نحط عليهم عصرة ليمونة او شوية ملح الليمون طبعا، ونغليهم لغاية ما يكون تمام، ونحطه بعدين على وصفتنا بعد ما نخبزها ان شاء الله. حتشوفوا الطريقة معي. محتاجين كمان صينية لنخبز فيها البسبوسة، صينيتين طبعا، هون الصينية لازم تكون مدهونة بزيت أو زبدة، بعد شوي ندهنها إن شاء الله بالدسم علشان ما تلزق البسبوسة فيها وقت نحاول نطلعها منها. تمام، يلا نروح لطريقة تحضير وصفتنا مع بعض. أول حاجة رح نعملها هي رح نجهز القطر عشان لما يجهز ويخلص يدفى، يعني يبرد شوي لحتى نضيفه على الوصفة بعد ما نخبزها ما يكون سخن كتير. تمام، فرح نبدا اول خطوه بالقطر وبعديها نبدا بوصفه البسبوسه. نسيت اقولكم انه لازمنا كمان للوصفه بعد ما تخلص ونحط عليها زبده اللوتس محتاجين بسكوت لوتس كمان مطحون عشان نحطه على وجه وصفتنا بعد ما تجهز ان شاء الله. برضو حتتابعوا مع الطريقه وتشوفوا كيف طريقه التحضير. غليت المي لاختصر الوقت بموضوع غلي القطر. هلا رح نحط كوبايتين مي على 3 كوبايات السكر اللي حطيناهم بالطنجره. نفس الكوب اللي عيرت فيه السكر ححط فيه الماء، هي اول كوباية. وهي ثاني كوباية، حشعل تحته لغايه ما يبدا يغلي ويدوب السكر شوي. رح اضيف بعدين شويه ملح الليمون عشان القطر يعقد معي وياخذ وقته، ما بياخد اكتر من 10 دقايق على النار على فكرة بعد ما يغلي. يعني شعل تحته حتركه يغلي وبعدين اضيف ملح الليمون. خلينا نروح نطبق وصفة البسبوسة لغاية ما يغلي القطر تبعنا. جبت جات بايركس رح نزل فيه البيضتين، رح احط عليها معلقة فانيليا صغيرة، اخفقهم منيح قبل ما نضيف باقي المكونات. بنزل هلا القشطة،
نخف قمع البيت كمان مثل ما انتو شايفين. بننزل هلأ فوقيهم السكر البودرة وبنحركه ليدوب. وصفة كتير سهلة، ولا أحلى من هيك ولا أسهل من هيك. هلأ السميد، بنحطها بفرن أضفت متوسط الخليط الحرارة على أنا حرارة زيت 180 نص أو 200 كوباية درجة زيت حسب حرارة قلي، أنا كنت فرنك. ناسياه زيت أنت بتعرفي نباتي حرارة يعني، متوسطة كنت فرنك ناسياها كيف بالوصفة. تكون، وبنخفضه لغاية ما والوصفة ياخد الأولى لون بدون من بيكنج تحت من باودر، فوق. الوصفة الثانية من ممكن الأوليو أنا ياخد عملتها من ببيكنج باودر، 20 التنتين نجحوا ل 25% 100% أو سواء أقل، مثل ما رجعنا بإضافة أو بنرجع بدون إضافة بقول مثل بيكنج باودر، الوصفة بتنجح 100%. يعني حسب فرنك. تمام، هلا حضيف البسكوت اللوتس واحركه مع وصفتنا بسبيتشلر لغاية ما يتجانسوا مع بعض. حضروا كمان جانبكم لوتس مطحون عشان الويجي بعد ما تخلص الوصفة. قديش الكمية ما بعرف رح نحتاجها، لأنه بدنا نرش الويجي يعني فوق زبدة اللوتس. تمام، اللي عنده أي سؤال فيها تبعت لي بالتعليقات وأنا بجاوب عليها. وصفتنا هيك صارت جاهزة لأنه نحطها بالفرن. إذا حابين إن هي تنفخ فيكم تضيفوا بيكنج باودر، إذا لا ما في داعي للبيكنج باودر. وصفتنا ما فيها لا بيكنج باودر ولا خمير، لاحظتوا؟ هنزلها بالصينية، خلينا أدهن الصينية زيت وأرجع لكم أنزلها بالصينية تشوفوا كيف. قطرنا عم يغلي، رح نحط عليه رشة ملح الليمون اللي حتخليه يقعد إن شاء الله، ونتركه يغلي على نار هادية. أنا وطيت النار على نار هادية 10 دقايق. تمام، وبعدين بنطفي تحته. ساعتها بيكون قطرنا جاهز ونتركه ليبرد. مسافة هذا الوقت بيكون صينيتنا صارت جاهزة الأولى والثانية، وبنسكب فوقيهم القطر. أنا حعمل اليوم الوصفتين مع بعض، كل ما الخاطر عيونكم يا حلوين. تمام، حميت الفرن عندي أنا، رح نزل الوصفة بالصينية دهنتها زيت زي ما انتم شايفين. تمام، هنزل الخليط فيها وأفرده وبعدين أحطه بالفرن. هنحطه بالرف الوسطاني على حرارة متوسطة مثل ما حكيت لكم، ما راح نحطه قريب من النار عشان ما تنحرق، لازم تاخذ استواء. راح اخبطها هيك على الطاولة لحتى تصير مستوى واحد، لانه اوريدي هي مو جامدة كتير، هي لا جامدة ولا سائلة. هلأ حنحطها بالفرن عنا، تابعونا لما تخلص. بوسة اللوتس جاهزة، طلعتها من الفرن، شوفوا ما احلاها. هلأ حنسقيها بالقطر. موضوع القطر هذا شيء برجع لكم كيف بتحبوا حلاوتها. انا ما راح احط كتير، يعني ما يعادل كاسة قطر، لانه اصلا البسكوت حلو، هي فيها كمان سكر وزبدة اللوتس كمان حلوة، ولسه بدنا نرشها بالبسكوت، فبالتالي القطر كتير حيخليها دلعة يعني كتير حلوة، لكن في ناس بتحب الخلو كتير، فهذا الحلاوة ذوق شخصي. هنبدأ نسقيها بالقطر ان شاء الله ونتركها تتشرب بالقطر منيح، وبعدين ندهنها بزبدة اللوتس ونرشها بالبسكوت.
بالنسبة إلي أنا هدول معلقتين القطر حاجة كفاية. حتركها تشرب القطر وبعدين ننتقل للخطوة الثانية اللي هي زبدة اللوتس، عشان تتابعوا معي تشوفوا كيف رح نحط عليها الزبدة. رجعت لكم من جديد بعد ما بردت بسبوسة اللوتس معانا عشان نضيف زبدة اللوتس ونرش عليها البسكوت. فتحت المرتبان أنا، رح نبدأ نحط الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة ريحتها بتشهي القلب، بتجنن، ما اوصف لكم يعني. حمدها بالسبيتشلر بشكل متساوي على كل البسبوسة، وبعدين ارشها بالبسكوت. هنحطها شوي بالبراد قبل التقديم. ليه؟ عشان تمسك الزبدة والبسكوت على البسبوسة وتطلع قطعة واحدة يعني. أنا إلي وقت مطلع الزبدة من البراد عشان تسيح شوي، بس لساتها ماسكة. شايفين ما أحلاها؟ انا عملتها قبل هيك طبعا، بس ما كنت مصوره لكم اياها، فقلت اصور لكم اياها لانه عن جد عن جد عن جد يعني رائعه جدا. ولما تجربوا ان شاء الله حتتاكدوا من كلامي، اني انا ما عم ببالغ. هنضيف كمان شوي زبده عشان نحط على هاي الجهه. هيك خلصنا. هلا بنرش البسكوت على الوصفة وبنحط شوي بالبراد وبنلاقيكم عند التقديم ان شاء الله، تشوفوا كيف بيكون شكله. هاي البسكوت تبعنا، هجيب معلقة وارشه على الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت ما اقطعها ان شاء الله هضيف عليها كمان قطع بسكوت لوتس. هيك تمام، راح احطها بالبراد ساعة زمن وارجع لكم وقت تقطيعها وتقديمها ان شاء الله لتشوفوا كيف رح يكون شكلها. هلا على البسبوسة تبعيتنا ساعة بالبراد، هلا راح نقطعها. بتقطعوها الحجم يلي بدكم اياه تمام، وبعد ما نقطعها حنشيل القطعة ونزينها بسكوت اللوتس القطع الكاملة بالصحون. ضيافة فاخرة لضيوفكم، حلا زاكي لاولادكم. بتمنى اللي بيجربه وبيعجبه يبعت لي رأيه بالوصفة بالتعليقات. ما اوصف لكم ريحتها قديش رائعة. طالما اللوتس الزبدة ما طلعت على القطاعة تبعيت البيتزا، معناها انه هي مسكت على البسبوسة تبعيتها. راح نطلع قطعة
بسم الله الرحمن الرحيم. هاي قطعتنا، شوفوا ما أحلاها. تمام، وحنحط عليها نص بسكوتة لوتس زي هيك، ونقدمها صحن التقديم بهالطريقة. تمام، صحة وعافية على الجميع. إذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوا تدعمونا بلايك وشير للوصفة، وإذا ما كنتوا مشتركين بالقناة أول مرة عم بتتابعونها يعني تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم برعاية الله، مع السلامة. يسعد اوقاتكم جميعا، رحب فيكم مره ثانيه من قناتي هيلسي فود اند بيبر كلي ديزاين. رح نقدم مع بعض وصفه البسبوسه بالاوريو. طريقتها كتير سهله ومضمونه النجاح، لذيذه خفيفه ظريفه. بتمنى انكم تجربوها وتبعتوا لي رايكم فيها بعد ما تتابعوا وصفتي وطريقه التحضير، وتبعتوا لي رايكم فيها. مكونات وصفتنا لليوم هي، بسم الله الرحمن الرحيم، 150 جرام سميد ناعم او سميد فرخة. تمام، 100 جرام لوتس، سوري، 100 جرام اوريو مطحون، عبارة عن اربع باكيتات صغار اللي هن هدول زي هذا، بيجي فيه اربع حبات. رح يلزمنا اربعة عبارة عن 100 جرام للعجينة، واربعة زيهم لوج البسبوسة، وكمان رح يلزمنا باكيتين زي هدول للعمل زبدة الأوريو، لأن أنا ما عندي إياها جاهزة، مو موجودة بالسوق ما لقيتها، فأنا حعلمكم كيف طريقة عملها بالبيت. محتاجين 75 جرام سكر ناعم، وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام، بيضتين حجم وسط، وعليهم معلقة فانيليا، روح الفانيليا عشان الزفر. محتاجين 100 جرام زيت نباتي للعجين للخليط يعني. محتاجين علبة قشطة بتيجي جاهزة، أي نوع، نسلة أو أي نوع موجود عندكم، عبارة عن 180 جرام. حنجيب جات غميق، إزاز، بايركس، أي نوع عندكم، يلي عندكم يا متوفر ما رح كتير تفرق معانا، ونضيف عليها المكونات تدريجيا، السوائل بالأول وبعدين النواشف. تمام، نفس المكونات اللي موجودة بوصفة بسبوسة الأوريو رح نستعملها بوصفة بسبوسة اللوتس، نفسها تماما. اللي حيفرق معانا نوع البسكوت ونوع زبدة الزبدة اللي حندهن فيها وجه البسبوسة، لكن هي نفس المقادير بنفس المكونات نفس التفاصيل بدون أي تغيير. فرح نحط أول شيء البيضتين، تمام، وعليهم معلقة فانيليا صغيرة أو غطا فانيليا زي ما انتم شايفين، ونحط عليهم الزيت، ونضيف عليها القشطة، وبعدين نخفقهم مع بعض كويس قبل ما نضيف النواشف. هجيب الخفاقة وارجع لكم. هنخفقهم مع بعض كويس، نحركهم مع بعض كويس يعني، وبعدين نضيف النواشف. النواشف اللي عنا هي سكر البودرة، معلقة البيكنج باودر، والسميد بالعيارات اللي أنا ذكرتها. تمام، هنحطهم على بعض هيك ونحركهم بمعلقة، وبعدين نضيفهم على الخليط. بهالطريقة
ونجيب الأوريو وننزله عليهم. ونحركهم مع بعض. زي ما انتو شايفين. هنحضر صينية مدهونة بالزيت او الزبدة او السمنة. ونفرد فيها الخليط بعد ما نعجنه. تمام؟ هجيب سبيتشل احرك فيها احسن لانه الخليط جمد معي شوي. شاهدت لكم جبت سبيتشولر هحرك فيها الخليط كويس. رح نخبزها على فرن حرارة 180 ل 200 درجة نحطها بالوسط. اذا فرنك بيشتغل فوق وتحت وبتقدر تحدد درجة حرارة مختلفة ما بين فوق وتحت يعني الشواي واسفل الفرن بتحطيها 200 من تحت 180 من فوق. تمام؟ طبعا لتاخد لون من فوق وتحت بتكون هيك صارت جاهزة. القطر لازم يكون دافي. انا عملت اوريدي بالقبل اللي هي وصفة بسبوسة اللوتس وحكيت لكم ان انا حعمل وصفتين مع بعض. فبالتالي عملت 3 كوبايات سكر عليهم كوباي وعليهم كوبايتين مي. تمام؟ وغليتهم. بالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد على محمد الصلاة صلوا على النبي. هنحطها بالفرن اذا زي ما قلت لكم حمرها من فوق وتحت. اذا فرنك بس بيشتغل من فوق لحال من تحت لحال بتحمري من تحت وبعدين بتشغلي من فوق ما فيها اي مشكلة. يعني منا قضية انه موضوع الفرن لازم ضروري يشتغل فوق وتحت اللي متوفر عندك بيمشي لحال. انا فرني بيشتغل كل جهة لحال وخبزت اللوتس وطلعت بتجنن. حورجيكم طريقة خبيز خبيز هاي كمان. تمام؟ طبعا انا نسيت باللوتس اصور موضوع الزيت بالمكونات يعني فاتني اني انا اضيفها بالمكونات فكان ضفتها بعدين. تمام؟ لا حتى بس تكونوا بالصورة. هذا الخليط صار جاهز. هجيب صينية مدهونة زيت واسكب الخليط فيها وارجيكم كيف. ونبدأ نخبزه ان شاء الله. هشعل الفرن واسكب الخليط. جبنا صينية نضيفة مدهونة بالزيت عشان عدم التصاق البسبوسة. تمام؟ هننزل فيها الخليط تبعنا تبع الاوريو بسبوسة الاوريو ونفرده ونحطه بالفرن. ممكن ياخد معنا من 20 دقيقة ل 25 دقيقة او اقل حسب فرنك. اهم شي لما تلاحظي طالما حرارة وسط لما تلاحظي انها هي بلشت تتغير لونها من تحت وفوق معناته خلاص نضجت واستوت. احطها بالفرن على الرف الوسطاني وارجعكم لنحضر مع بعض زبده اللوتس زبده سوري لنحضر مع بعض زبده الاوريو وتشوفوا طريقه تحضيرها. محتاجين تحضير زبده الاوريو لتغطيه وجه البسبوسه. باكيتين صغار اوريو عباره عن 8 قطع بسكوت. تمام؟ محتاجين معلقتين حليب مكثف محلى. محتاجين معلقتين زبدة ممكن استبدالهم بزيت جوز الهند او زيت نباتي. محتاجين معلقة صغيرة فانيليا لوصفتنا. محتاجين محضرة طعام لحتى نخلط المواد فيها لتصير كريمية ونوصل لنتيجة الزبدة الاوريو اللي احنا بدنا اياها. يلا نبدأ تحضير وصفتنا. هنزل البسكوت في قلب محضرة الطعام. هنزل عليهم معلقة فانيليا. هضيف عليهم معلقتين كبار حليب مكثف محلى. هفتح العلبة اكثر لحتى ينزل معاي الحليب. هاي معلقة كبيرة معلقة صغيرة كمان هاي معلقتين كبار. تمام؟ هننزل هلأ كمان فوقيهم معلقتين الزبدة الكبار. هنعجنهم كويس على الجهاز ونرجعكم ونرجيكم القوام.
خلصت انا زبدة الاوريو، هاي هي تمام، هيك بيكون قوامها كريمي. اوكي بنصحكم قبل ما تبلشوا تطحنوا الاوريو مع الزبدة انكم والحليب طبعا مكثف، انكم تطحنوا البسكوت لحاله لحتى ما يعلق بالماكينة، لانه انا طول معي لخلص بهالطريقة عشان البسكوت حطيته مثل ما هو. تمام البسبوسة عندنا صارت جاهزة، بسبوسة الاوريو هي هي، هنزل عليها القطر مثل ما سقيت اللوتس، هسقي هاي بنفس الطريقة. هتركها تشرب القطر وبعدين انزل الزبدة فوقيها وارشها بالبسكوت المطحون من الاوريو. وصفتنا شربت القطر، هنضيف عليها هلا زبدة الاوريو زي ما انتم شايفين قدامكم وافردها، ولازم طبعا احطها بالبراد قبل التقديم لحتى تمسك الزبدة على البسبوسة وتصير قطعة واحدة عند التقطيع. زي ما انتم شايفين أو نرتب شكلها من فوق. هيك تمام. هلا انا هطحن بسكوت وارشه عليها وارجيكم طريقه رش البسكوت عليها، نفس الطريقه اللي عملنا فيها كمان ايش زبده سوري بسبوسه اللوتس، نفس الطريقه. لازم اسمي وصفه اللوتس والاوريو التوأم الغير مشابه على فكره، لانه نفس المقادير اللهم، واحده باللوتس واحده بالاوريو، واحده شقره واحده سمره جد يعني. هطحن البسكوت وارجع لكم. طحنت البسكوت رجعت لكم، هننزله فوق الخليط بسبوستنا. نفرده هنحطه طبعا بعدين بالبراد لتتماسك مع بعضها قبل التقديم. هدول 3 علب بسكوت اللي انا طحنتهم تمام، تقريبا اخذتهم كلهم احتجتهم كلهم يعني. هيك وصفتنا تمام، هنحطها بالبراد نرجع لكم نورجيكم قوامها وقت التقديم. وصفة البسبوسة بالاوريو صارت جاهزة، رح نقطعها قدامكم ونزينها ونورجيكم طريقتها عند التقديم.
نتمنى اللي قدمنا لكم اياه من الوصفات يكون عجبكم، واذا جربتوه ونال الاعجاب ان شاء الله تبعتوا لي رايكم بالتعليقات. اذا حابين اي وصفه ان انا اعمل لكم اياها هذا الشيء بشرفني، برضو بعتوا لي بالتعليقات، واذا بالامكان اكيد ما راح ابخل عليكم. واذا مشتركين بالقناه اتمنى تضغطوا على زر الاعجاب بالوصفه وتشيروها، واذا مو مشتركين يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم منا كل جديد. راح نقطع بسبوستنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما طلعت الزبدة عليها، دليل انه مسكت بالبسبوسة ودليل نجاح. شاهد راح تزينها بالورد وبعدين نقطع قطعة نحطها بصحن واجيكم كيف شكلها من الداخل. فيكم تزينوها بالفستق الحلبي، بالورد، بالبسكوت الاوريو نفسه، تمام؟ اي شيء بتحبوا تزينوا فيه هذا شيء خياري، راجعكم انتو طبعا. هاي هي وصفتنا، تمام؟ والسماكة ممتازة. طولنا عليكم الفيديو، ما راح اطول عليكم اكثر. دمتم برعاية الله، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد اوقاتكم جميعا متابعين الكرام. رحب فيكم من جديد بقناتي هيلثي فود اند بيبر كلي ديزاين. كنتوا طلبتوا مني قبل هيك طريقة العشب الصناعي، تمام؟ واجاني تعليق كتير ظريف وحلو على انه بالتصميم اللي انا عملته العشب مبين حقيقي، مع انه ما كتير كان تصوير الفيديو واضح لانه كنت لسه ببدايات التصوير. لكن من المتابعين كانوا مركزين ومتابعين ولاحظوا ان انا حطيت عشب ففكروه حقيقي. طبعا حاولت ان انا الاقي او ادور على عشب شبيه الحقيقي فعلا، والناس اللي تبعون محلات الورود قالوا لي بتحصليه يعني بالسوق الصيني، لكن طبعا للاسف اجى كورونا وما عاد عرفنا طلعنا من البيت. فانا ما بوقف هون، يعني اكيد لازم الاقي حل. فقالوا لي انه شارة الخشب هي ممكن تلبي الحاجة وتكون بديل للعشب الصناعي وتبين انه حقيقية، تمام؟ برضو حاولت اني انا ادور على موضوع شارة الخشب، فقالوا لي لازم يكون من عند نجار. للامانة انا هون حوالي وقريب مني ما في ابدا ولا نجار. حاولت اني انا اوصل للنجار لكن ما عرفت الاقي. بالصدفة كنت بسوق ببيع علف الحيوانات واكل الحيوانات، بجيب عندي ببغاء انا بجيب له اكل، فلقيت بهذا السوق انشارة الخشب بيبيعوها بيع يعني بس سعرها مو غالي كتير. فهي طبعا بيستعملوه بيبيعوها عشان استخدامات الحيوانات للارانب والفيران وما بعرف شو. انا طبعا شريتها مو علشان هيك شغلات، عشان استخدامي للتصاميم اللي انا حعملها، تمام؟ عملت مسبقا انا وحضرت موضوع العشب واستعملته بالتصميم اللي انتم شفتوه على قناتي، وان شاء الله حيكون في تصاميم جدا رائعه بالعشب او بدون حدائق او بيوت، يعني حابه انزلها واعملها. هاي الالوان اللي انا عملتها، انت بتقدر تتحكمي بالالوان. هذا اللون الاول، هذا اللي استعملته انا بالتصميم تبع الستاند الموبايل. الالوان الاخضر انت بتتحكم فيها اللي حتحطيها على الإشارة يعني، تمام؟ شوفوا ما أحلاها هي.
بتضيف اللون وبنخلطه مع النشارة، وبعدين نتركه يجف لغاية ما يصير هيك. تمام، حورجيكم هلأ كيف طريقة إضافته على المجسمات أو التصاميم أو المشاريع، على اعتبار المدارس قربت وحيكون في مشاريع للأطفال، كيف ممكن ينضاف على المشاريع تبعية الأطفال ويبان إنه عشب حقيقي من غير ما تتكلفي وتجيبي عشب اللي هو شبيه بالحقيقي اللي بينباع بأسعار غالية. يعني هذا تكلفته جدا بسيطة، مجرد ألوان أكريليك ونشارة خشب راح نطحنها مع بعض، وأورجيكم كيف أنا طحنته. طبعا هي بتيجي بهذا الشكل، تمام، بدون ألوان، لون أصفر هيك، تمام، زي هيك. أنا طحنتها وبعدين لونتها، لونتها 3 ألوان هون عندي، وأنا حلونها هلا معكم بألوان كمان مختلفة عن الألوان اللي أنا لونتها سابقا. هذا اللون الأول اللي استعملته أنا بالتصميم، هذا اللون الثاني أورجيكم إياه كيف درجته. طبعا أنتوا بتعرفوا إنه أخضر درجات، يعني حسب مثلا لو الحاجة جاي عليها إضاءة شمس، لو بعيدة عن الشمس، لو هي بمكان عالي، لو بمكان واطي، بيفرق لون الخضار اللي موجود فيها. لو الشجرة مثلا لا سمح الله عم بتموت أو بدها توقع ورقتها بتبلش تصفر. فبالتالي التصاميم اللي احنا عم نعملها عشان تبان حقيقية لازم نستعمل درجات الألوان الصح اللي تبين التصميم حقيقي. تمام، هذا اللون الثاني اللي أنا عملته، كان هيك الألوان المتوفرة عندي بوقتها يعني. طبعا بعديها شريت ألوان ثانية، كانت التجربة الأولى هاي لإلي. بتعرفوا دائما التجربة الأولى بتكون أصعب شيء، يعني اصعب من بصير واحد بعدين بيتمرس، مثل الاكل يعني. الواحد لما بفوت المطبخ اول مره مش مثل لما يفوت 10 مرة، مش مثل بعد سنين يعني. تمام، بصير في خبره. هذا اللون كمان اللي هو الثالث اللي انا عملته برضو حلو، الاخضر الفاتح. تمام، لسه ما استعملته، والله عملته انا وما استعملته لسه. اوكي، استعملت فيهم الوان اكريليك، في واحد بس استعملت فيه لون غذائي اللي هي الوان الصبغه تبعيه الاكل استعملت فيه. تمام، هلا حنبدا نحضر عشب قدامكم لتشوفوا كيف طريقه تحضيره، كتير سهله بسيطه. محتاجين لحتى نحضر العشب ما يلي: اول شيء بدنا اللي هي نشاره الخشب اللي هي بدون لون، محضر الطعام او اي ماكينة ممكن تطحن ناعم عشان نطحن عليها النشارة. تمام، محتاجين اي عصي خشب، معالق قديمة، معالق بلاستيك، اي شيء ما بدنا اياه اللي نرميه بعدين عشان لما نضيف اللون على النشارة نحركه. تمام، محتاجين كمان محتاجين مي لنضيفها على النشارة واللون لحتى يعني يندمج صح مع النشارة ويعطي اللون اللي احنا بدنا اياه، لانه احنا بعدين حننشرها بالهواء وننشفها. يعني هاي النشارة انا عملتها قبل هيك بنشفها. محتاجين الوان الاكريليك، اكريليك كلر. تمام، طبعا هذا مو منه اكريليك كلر، هلا بشرح لكم عنه. لهذا هاي الالوان اللي انا عندي اياها، عندي هذا اللون اللي هو هذا، شوفوا اللي هو اي واحد، انا طبعا مش هعمل منه اليوم بس انا عم فرجيكم اللي هو هذا اللون عملت منه اللي استعملته للتصميم. تمام، هذا كان عندي اساسا يعني بستعمله للتلوين. محتاجين الوان اخضر تاني، عندي انا هذا اللون اخضر فاتح، هذا الاصفر لحتى نعمل الاخضر المصفر، لو مثلا ورقة عم توقع، لو جهة مثلا مصفر فيها الورق يعني زي هيك. تمام، اخضر مصفر، هذا كمان درجة من درجات الأخضر، أعتقد إني أنا عاملة هذا اللون كمان، خليني أتأكد، اللي هو هذا، هذا كمان أنا عاملته، أوكي، اللي هو هذا، تمام؟ إذا هذا اللون ما رح نعمله، وهذا اللون ما رح نعمله لأنه عاملينه، حنعمل درجات لون تانية، اللي هي رح نعمل الأخضر المصفر، تمام؟ والأخضر الغامق، الزيتي يعني. تمام، بالنسبة لهذا اللون انا جبته من عند محل دهانات مع لون ابيض اللي هو الدهان الابيض اللي بلا ريحة، الالوان المائية يعني بسموها. اوكي، هذا هاي الالوان، في من عنده الوان تانية طبعا وصيتوا عليها لسه ما جبلي اياها، بنخلط مع اللون الابيض لنعمل درجات الوان حسب احنا كيف بنحب لنلون فيها التصاميم او اي شيء بدنا اياه. لون ثابت هذا يعني ما بيروح بالمي. تمام، انا بضيف بعدين بعد هيك الورنيش لثبت اللون، حتى لو المسح في مي او اجى عليه مي مستحيل يخرب اللون،
وبيحمي التصميم كمان. انتوا عارفين ان التصاميم عبارة عن فكرة لإعادة التدوير، فبالتالي بيحمي التصاميم من انه لا سمح الله لانه فيها كرتون او ورق ان هي تسوس او ان هي تعمل حشرات او شيء، فهو بيطفش هاي الشغلات. ريحة الفرنيش او ورنيش احنا بنسميه، هي نفس ريحة الدهان تقريبا، هي بتروح مع الوقت الريحة يعني، بس اول ما بنحط على التصميم ريحة بتكون قوية وبعدين ببلش تروح لانه فيها بوليستر. بس ما بعرف اسمه بوليستر والله ما بعرف شو اسمه اللي بنحط على الدهانات يعني، بس بيعطي لمعة حلوة للشغل، وبيحمي الألوان من انها هي تقشر او تروح بعدين، وبيحمي التصميم من انه هو يخرب او يعفن او يطلع فيه حشرات، لانه المستخدم في التصميم هو عبارة عن فيها طحين، فيها ورق، ممكن يكون فيها بلاستيك، فيها نايلون يعني، فيها سيلفر. فبس يعني تمام. رح ننتقل هلأ لطريقة عمل الوصفة هاي للي طلبوها مني، اللي حابين يعملوا تصاميم وتبان انه فيها عشب حقيقي. هاي الطريقة الاولى لعمل العشب. انا عندي طريقة تانية كمان من الاسفنج، فبقى بنزلها بعدين على قناتي. رح نحط هلأ بالماكينة شوية شو اسمه نشارة خشب ونبدأ نطحنها. تمام، ما رح نكتل بالماكينة، نطحنها لتصير ناعمة وبننزلها وبعدين ناخذ. انا حاعمل هلا لونين تمام، محتاجة طبعا هلا كمان انا الاسود عشان نعمل اللي هو اللون الاخضر الزيتي الغامق. حاعمل الالوان اللي انا ما عندي اياها يعني، بس انه تاخذوا فكرة وانتم بعدين بتلونوا كيف بتحبوا بتلونوا. فحاعمل الاخضر الزيتي وحاعمل الاخضر المصفر اللي هو على صفار انا وياكم. تمام، راح اطحن ال النشارة وارجع لكم. طحنت النشارة، هنزلها هلا بالعلبة. تمام، زي ما انتم شايفين زي هيك. هلا انا حقسمها نصين عشان انا بدي لونين زي ما قلت لكم، وارجيكم كيف رح الونها. هي بتاخد وقت كتير بالطحن، هي لسه خشنة شوي يعني، بس انا هاي المرة بدي اياها خشنة شوي لانه عم فكر اني اضيفها على الشجر تمام، مش على الارض بس، فلهيك رح اعملها خشنة شوي هيك ببالي يعني، في ببالي شجرة بدي اعملها وبدي اضيف عليها يكون الورق شوي كبير، فلهيك ما نعمت 100%، لكن انتو رح تطحنوها لتنعم معاكم كويس، لازم تكون ناعمة تمام. اما اذا الشجر ممكن تخلوها شوي خشنه. انا ما جربت اني انا امسك النشاره مثل ما هي هيك واحطها على التصميم، لازم اجرب ويبان معي كيف بتكون النتيجه، على اساس بقول لكم ان شاء الله. انا زي ما قلت لكم موضوع التصاميم هذا لسه بالنسبه لي تدريب، شيء جديد عم بتعلم زيكم، واللي بيطلع معي وبقدر اعمله بنزل لكم اياه على القناه. بس انه شغله حبيتها، ريحتني نفسيتي، حسستني بالسعاده، فحبيت اني انا افيد فيها كتيرين يعني. ممكن يكون حد دارس فنون مثلا وعنده فكرة وخلفية يقدر يشتغل بالقصة هاي، وممكن يكون حدا هواية يعني يقدر كمان يشتغل بالقصة مثل ما صار معي انا، لانه انا بصراحة شافوني مختصين فنون إلهم بهاي القصص، وانصدموا لما شافوا شغلي على الواقع وبالصور والفيديوهات، وقالوا لي انه مستحيل هذا شغلك، انت اكيد دارسة فنون. قلت لهم والله العظيم انا مو دارسة فنون، مجرد شفت فيديوهين ثلاثة استهوتني الشغلة حبيتها، فقلت انه اجرب. جربت، وبتعرف الانسان بطبعه سبحان الله طماع يعني، وبحب دايما يحصل على الافضل ويكون احسن. هذا الشيء خلاني اني انا افكر انه اعمل كمان واتعلم كمان، ويعني حتى العشب لما ما حصلته وقعدت اعمل بحث لاني شغلي حبيتها، خلص انا حاجة حبيتها لازم ابدع فيها. الانسان اللي بيحب يبدع، تطبخي بحب تطلع معك الأكلة بتجنن، مهما كانت مكوناتها سخيفة وتافهة بالنسبة للبشر، لكن انت لما بتاكليها بتحسي حالك وانت عم تاكلي كأنك ملكة تمام. بتعملي حاجة حلوة بتحسي ان حالك نجحتي فيها، بتحسي بسعادة مش طبيعية، تنبسطي لانه انت عملتي حاجة نجحتي فيها وحباها. فبالتالي كل انسان فينا بحب حاجة يروح ما يعملها، ما يستنى، ما يتأخر يستنى لحتى يعملها، لانه الانسان ما رح يعيش العمر عمرين، العمر حنعيشه مرة واحدة. فبالتالي يا منعيشه مثل ما احنا بدنا ومبسوطين ومنحب، يا اما ما نعيشه.
انا هاي الشغله شفتها بالصدفه، وانا من بصراحه من الناس اللي بعشق افلام الكرتون من مصغري، وهذا الشيء رجعني للطفوله وللذكريات. فلقيت نفسي صراحه بهاي القصه، لقيت نفسي. هلا انتو، انا لسه ما عملت فيديوهات كتير على قناتي، لانه انا قبل ما كنت اصور التصاميم، لكن تقدروا تعملوا بحث وتدوروا، وفي ناس كتير من، بس للاسف مو عرب يعني، اجانب فقط منزلين هاي التصاميم بيعملوها، فيكم تتعلموا. اللي حابب يبدا بهذا المشروع فعلا، وعلى فكره المشروع هذا عباره عن بنات افكار فن، يعني ما بينباع بالشغلات، المفروض ما ينباع بمبالغ تافهه وبسيطه، لانه التصميم ممكن ما يتكرر. كيف لوحه الموناليزا ما تكررت؟ نفس الشيء، ولهذه الفن التصاميم بنعمل مره ممكن ما يتكرر مره ثانيه، لانه هي فكره بتيجي بتنفذيها ممكن ما تعرف تنفذيها مره ثانيه، سبحان الله. يعني هي الهام، زي اللي برسم لوحات. فبالتالي اذا حابين تتعلموا اكثر بهذا الموضوع، اعملوا بحث على الفيري تيل هومز، فيري تيل جاردنز بالانجليزي يعني اسمه هيك. ما بتعرفوا انجليزي اكتبوها بالعربي على الجوجل، الفكره اللي انتم بدكم اياها بيترجم لكم اياها، وبعدين اكتبوها، اعملوا لها نسخ على اليوتيوب او الجوجل، وروحوا دوروا واللي بيعجبكم ولقيتوه سهل عليكم نفذوا. ابدوا بالشغلات السهله بالاول، وبعدين روحوا شوي شوي للصعب زي ما انا عملت. تمام، انا في تصميم ان شاء الله عجبني، شفت صورته. انا شوف، ما راح، انا عندي مصداقيه معاكم، انا ما يعني انا باخد فكره من هون فكره من هون وبطبقها وبعملها تصميم. ما عندي تصميم يعني بيشبه حدا عامله 100% تيبيكال يعني، لا لا لا، هي فكره ممكن اضيف لمسه خاصه من عندي، هذا طبعي يعني، واللي بيعرفوني اكيد بيعرفوا طبعي. بضيف لمستي الخاصة، بطلع حاجة خاصة فيني، وانتي كذلك وهو كذلك، اي حدا نفس الشيء. فانا على ما يصير عندي تصاميم كتير على قناتي، انا عندي الاكل متمرس فيه جدا، لانه هذا خبرة سنوات طويلة، فبالتالي وبعدين الاكل احنا ما بنستغني عنه بحياتنا، فبالتالي اي وصفة انا بعملها بالبيت عندي هون على طول بروح بصورها وبنزلها على القناة. تمام، لانه بعملها بالبيت لاولادي وزوجي وعيلتي يعني، لكن التصاميم هاي الواحد لازم يكون رايق وقاعد هيك وتجيله الفكرة والإلهام ويقعد يشتغل فيها. فسامحوني على التقصير بهذا الموضوع، لكن أنا أعطيتكم الطريقة اللي ممكن تجيبوا فيها تصاميم تشتغلوا عليها إن شاء الله. في تصميم ما نزل على أي قناة لسه، أنا إن شاء الله رح أشتغل عليه، وما بينزل بنفس اليوم، لازم طبعا أعمل الفكرة وبعدين تنشف تجف يعني، وممكن يكون في اضافات تانية من العجينة برضو تجف، واخر شيء مرحلة الالوان، علشان لازم يكون التصميم ناشف. تمام، وبعد التلوين بنتنشف الالوان، نحط مرحلة الورنيش والفينيشنج الاخير، لو في عشب لو في ورد لو في شيء، وبتم عرضه ان شاء الله. فالتصميم بياخد حسب حجمه حسب شغله حسب سهولته وصعوبته من 3 ايام لاسبوع. تمام، بس رح نبدا هلا بتلوين ان شاء الله اللي هو نشاره الخشب لنعمل العشب زي ما انا حكيت لكم. انا هاي الشيء بيطلع بايدي افيدكم فيه، اكيد ما رح ابخل عليكم فيه. تمام، رح نقسمهم قلنا نصين. فيديوهاتي يا بنات تعليمية، برجع بقول تعليمية، اللي بتلاقي الفيديو طويل لا يعني ما تتضايق نفسه وتتابعه، يا بتسرعه يا خلص يعني، اذا هي لقت الفكرة ما بتناسبها مو حباها خلص ما تتابع الفيديو يعني، ما هذا الشيء ما بزعجني ابدا، بالعكس هاي الفيديوهات معمولة للي حابب انه هو يتابع ويتعلم ويستفيد. يعني انا واحدة من الناس، التصميم ان شاء الله مدته ساعتين، لما بفتح اشوف التصاميم بقعد بتابع وبعيد وبزيد بالفيديو، ما تتخيلوا يعني، انه بضل ارجع بالفيديو، ارجع شو عملت هون، شو سوت هون، شو ضاف هون، شو حط هون. طبعا هن بيخبوا اسرار بمهنتهم ما بيطلعوها على اليوتيوب او على باقي المواقع، فانا كثير بدقق لغايه ما اوصل الفكره انه هو شو صار، لاني انا عم بتعلم. لو اني انا متمرسه وعندي خبره ما بحتاج حتى اصلا اني انا اتابع هدول الناس لاشوف كيف عملوا التصاميم. فبالتالي لما اللي بدي يتعلم بدي يتابع كل الحركات والتفاصيل والتكات ليوصل للي هن عملوه. تمام، هنزيح شوي الكاميرا هيك على جنب عشان نبدا نطبق. هنبدا باللون الاصفر بالاول، بسم الله.
طبعاً ممكن نحتاج ألوان أكتر بعدين وممكن لا. هنضيف الأخضر هذا، هاي الأخضر هنضيف شوي منه، ما بدنا نكتر، إحنا بدنا إياه أخضر مصفر مصفر، يعني الأصفر غالب على الأخضر. تمام، هنحطهم كبينا المي. رجعت لكم من جديد، بعتذر منكم كبت المي وأنا جيت بدي أعجن وأخلط، سامحوني. هلا احنا بنضيف نتفة مي على النشارة تبعتها، طبعا ما تشتغلوا باكر رح تتبخر، ما رح تضل بالوصفة يعني. هلا بنعجن لنشوف اللون اللي رح نوصل له. بالنشارة تبعيتنا راح اجيب كلبز عشان اعجن احسن. هلا احنا بنتحكم بدرجة اللون، نتحكم باضافة اللون كمان، يعني اذا شفنا انه النشارة بدها كمان لون فاحنا بنضيف. فهمتوا علي؟ لغاية ما توصل لدرجة اللون اللي انت بدك اياها. ممكن تعمليها اصفر لحال يعني من دون لون اخضر، ووقت ما تعملي المشروع تاعك او مشاريع المدارس الاولاد لما يعملوا مشاريع تبعيتهم يخلطوا، يعني مثلا عامله الوان هناك اخضر درجات، وممكن تعملي الاصفر وبعدين تحطي شوي من هذا شوي من هذا تخلطيهم ميكس مع بعض، او وقت تضيفي على المشروع بتضيفي شوي من الاصفر وشوي من الاخضر بطريقه هيك، يعني انه يبان كأنه هيك من أصل التصميم يعني. طبعا هي حيبان اللون واضح أكتر وقت ينشف النشارة وتروح منها مي وتتبخر. انا هحطها يعني قريب من المروحة على اساس انه تنشف بسرعة، ما بصير نضبها وهي لسه عليها مي، حتعرق بالعلبة وشو اسمه، وما بينفع نضيف احنا حاجة فيها مي على التصميم بعدين او بخار مي، بعدين بيخرب التصميم يعني بيعفن وهيك يعني. تمام، هذه خلصت، هذا هو اللون اللي انا بدي اياه، ما في اذا واضح لكم شايفين. هلا حنعمل اللي هو الاخضر الغامق، حاتركه على جنب هذا ينشف، بياخد يمكن يومين، يوم يومين بتخلوه بالهواء لا ياخد رأ... ممكن تحطوه بالشمس اذا عندكم شمس ينشف اسرع يعني. تمام، رح نعمل هلا اللون اللي هو الاخضر الغامق الزيتي. هنضيف اللون الاسود مع الاخضر عشان يصير زيتي غامق. بالنسبة لهذا اللون لازم نخلطه مع مي، خلينا نجرب نحط منه، شو رأيكم؟ بسم الله، انا ما جربته لسه قبل هيك، هلا رح اجربه معكم. بسم الله، اللون طبعا درجته حلوة. حط منه اسود كمان الاكريليك. هذا اللون الاخضر ده ووتر بيست بينت، الوان دهان مائيه يعني، هاي بتنخلط مع اللون الابيض لنعمل الوان اكريليك بارخص الاسعار، لانه بتعرفوا الوان الاكريليك بالسوق غاليه كتير. تمام، ايوه هاي اسود، حط هلا المي عشان نعجن.
اللون الأسود مع الأخضر بيعملوا لون غامق، مع البني كذلك بيعملوا بني محروق، الأحمر بيعملوا هيك خمري يعني لون أحمر داكن. فهمتوا علي؟ هي هاي الفكرة من إضافة اللون الأسود. محتاجين لسه كمان لون أخضر هنضيف. زي ما انتو شايفين لو لقينا حالنا محتاجين كمان اسود لنغمق اللون اللي هو الاخضر برضو منضيفه مع الخلط هذا، الالوان بتتجانس مع بعضها. اذا عندكم محضرة طعام ما بدكم اياها، فيكم تضيفوا الالوان بقلب المكسر وتعجنوها يعني تخلطوها، بس انا طبعا بدي اياها لمحضرة الطعام اللي عندي، فما بقدر اني انا اضيف الوان بخرب الماكينة بعدين. تمام؟ يعني بعمل عليها اكل. زي ما انتو شايفين. تمام؟ انا حضيف شوي اسود طبعا. خلينا نشيل بهاي. زي هيك. برضو حنحطها بالهواء او بالشمس لتاخد وقتها وتشف. وبعدين نستعملها للمشاريع. هلا كيف طريقه الاستخدام للمشاريع؟ انا ما بعرف اذا انتبهتوا من التصميم اللي انا عملته، بنحط بالاول جلو وايت جلو، الجلو الابيض بنكسره بمي، يعني بنحط الوايت جلو بصحن او كوبايه وبنضيف عليه شويه مي ليصير كريمي اذا هو كثيف جدا النوع، يعني كثيف. وبعدين بندهن التصميم محل ما بدنا نحط العشب. تمام؟ وبعد ذلك بنحط العشب. بعد ما نخلص ونضيف العشب، انا عملت حركه كمان بالتصميم اذا انتبهتوا لها، انه صرت احمل الجلو هيك بالفوشي ونقط على العشب عشان يمسك في التصميم. تمام؟ ثاني يوم عاد انتم شو بتعملوا؟ بتعملوا للتصميم هيك، هاورجيكم حاعطيكم اشاره كيف قصدي. ثواني. مثلا هذا التصميم عليه العشب، بنعمل التصميم هيك بننزل العشب عنه، لو لقينا ان العشب نزل من مكان هي بنعمل هذا التصميم، بنعمل العشب هيك نزل. تمام؟ اذا لقينا انه مثلا هذا المكان مثلا ما فيه عشب، هذا المكان ما فيه عشب از اكزامبل، بنروح بنحط جلو وبنزود عليه، يعني التصميم دائما قابل للتعديل في اي غلط بصير فيه. تمام؟ حتى لو في مكان مثلا تحسوا انه فتحت مكان العجينه او بلش يفلت لانه مش ممكن وقت الشغل، برضه بتضيفوا جلو، ممكن تضيفوا عجينه صغيره هيك مثلا وتثبتوه وترجعوا تلونه مره ثانيه بعد ما يجف. هاي الاشياء اللي انا عم بعطيكم اياها بامانه والله العظيم، يعني ما رح تلاقوا حدا يعطيكم التكات والاشياء والاخطاء اللي بتصير باي وصفه مهما كان هو عنده غلط، يعني بس انا بحكي لكم لانه ممكن تمروا بهيك شغلات، سواء كان وصفه اكل، تصميم، مشروع انت عم تعمليه، بصير اخطاء، فممكن واحد يصير معه خطا وخلص ويعني يفوت بالحيط ويرمي الاشياء بزباله ويقول خلص انا انتهيت، يعني لا لا لا، كل شيء بيتصلح، كل شيء بيتصلح. هذا اللون اللي احنا وصلنا له انا شايفاه كويس، طبعا عشان اضاءة الموبايل والغرفة هون عندي اضاءة المطبخ ما شاء الله قوية يعني، فلهيك مضيع على الالوان الحقيقية للاشياء اللي انا عم بشتغل فيها، انا شايفة انه هيك اللون كويس. تمام؟ خلينا اورجيكم مثلا كيف ممكن نضيف العشب على اي، على مثلا لو على كرتونة ونلزقه على الكرتونة، خليكم معي ثواني. رجعت لكم يا حلوين للخطوة الأخيرة اللي هي كيف نضيف العشب على التصاميم تبعيتنا. تمام؟ هلأ الأنواع الجلو بتفرق من نوع لنوع. الوايت جلو في نوع اللي هو قوي، اللي هو هنا بقولوا عنه كلهم قوي بس أنا صار عندي خبرة فيهم لأن جبت كتير واستعملت. فعندنا مثلا هذا النوع اللي هو للخشب، لتلزيق الخشب والبلاستيك والإزاز وهيك شغلات، هذا قوي جدا حتى بتلاقوه كثيف، شوفوا كيف كثيف. تمام؟ هذا النوع بيجي رخو شوي، هذا جبته جديد انا حسب اللي بحصله بالسوق، لساته مسكر مختوم، شايفين لسه مختوم بس حبيت اورجيكم اياه. هذا بينباع بالمكتبات عندنا. تمام؟
هلا احنا زي ما قلت لكم قبل هيك احنا بالامارات، فانا ما بعرف حسب كل بلد وبلد، يعني ممكن تحصلوا الوايت جلو يا اما بمحل المكتبات او المحلات اللي بتبيع اغراض للدهان والمستلزمات، يعني هيك شغلات، او بالسوماكات الكبيره. تمام. وهذا هذا الفيفيكول بيجي منه قياسات، في من غايه الحجم اللي هالقد لغايه الكبير. لاحظت انا انه الكبير من نفس هذا بيجي رخو صراحه، اللي هو 850 جرام بيجي رخو. لكن بيقضي حاجه وقت بكون عم بعمل عجينه الورق واحط من الجلو هذا. طبعا جبت من هذا اللي لقيته، هذاك خالص ما لقيت منه، فعشان بدي اعمل عجينه ورق واعمل تصميم اللي حكيت لكم عنه ان شاء الله. حلو كتير التصميم، حيعجبكم باذن الرحمن. هلا انا حطيت هون شوي. شوفوا اذا انت بدك تضيفي حاجه على التصميم، مثلا على البيت، مثلا بدك تلزقي ورده، بدك تعملي هيك وتحطي ورده، يفضل انك ما تكسري بمي لهذا الجلو عشان يلزق بسرعه، تلزق الورده او ورقه الشجره بسرعه. اما اذا بدك تضيفيها كعشب، يعني بدك تدهني الارض هيك عشان تضيفي عشب، فيفضل انك تكسري شوي مي اذا كان كثيف بهاي الكثافه. تمام. برجع قلت لكم مره ثانيه لنوع الجلو. لما بدك تضيفي شويه مي وترخي الجلو الوايت جلو وتضيفي تضيفيه على التصميم، بعدين تحطي العشب، طبعا بدك تستني عليه ربع ساعه 20 دقيقه لغايه ما ينشف. تمام. زي هيك، ومنضيف زي هيك العشب. تمام. هيك بتزودي الكميه، بتقللي الكميه حسب انت كيف بتحبي. تمام. الفرشاه اللي بدك تحطي فيها الجلو، اعملي حساب انه الفراشه تبعيت الجلو والفراشه تبعيت الفرنيش، انه انت ما رح تستعمليها لشغلات ثانيه وحتخصصيها فقط لهيك شغلات، وحتنطفيها. هذا الوايت جلو بنضف، بتنقعيها بالمي وبتشيليه خلص بينضف، بس بتضل فيها يباس الفرشاه. اما بالنسبه للورنيش فالها طريقه، اللي هو والله نسيت شو اسمه اللي منظف فيه، ببقى بذكر لكم اسمه لنقطة بلاي ستور، بذكر لكم اسمه بوصف بتصميم التصميم اللي انا حاعمل هون. انا عملت التصميم بدون ما احكي فيه. اذا حطينا قلنا العشب على الجلو، انا ما كسرته عشان ينشف بسرعة طبعا، لانه عشان التصوير اورجيكم كيف. شوفوا كيف هلا انا حاعمل كده. تمام. حينزل اللي هو ما لزق بالجلو زي هيك، شايفين حينزل لكن بقي. تمام. سماكة العشب انت بتقرري قديش بدك اياها، كتير ولا قليل. لقيتي بدك كتير بتزودي، بتزودي وبتحطي بتكسري الجلو بالمي وبعدين بتضيفي هيك. انا طبعا حطيته على صحن فلين، انا ما عندي تصميم جاهز عم بشتغل عليه. والاغراض بالستور صراحة الواحد لازم يفوت ويدور على الكراتين وهيك قصص، فبس حبيت اورجيكم على السريع الفكرة كيف هي هيك. تمام. اتمنى تكون وصلت الفكرة، عرفتوها وتكون سهلة عليكم، ولو نفذتوها يعني ما تلاقوا صعوبة، ولو لقيتوا صعوبة ابعتوا لي بالتعليقات عنها. أي سؤال بدكم إياه أنا حاضرة بجاوبكم عنه. استعملت العشب اللي هو ناشف عندي مسبقا من قبل، إن شاء الله بالتصاميم الجاي لو استعملت عشب احتجت يعني ومن الألوان اللي عملتها اليوم، أكيد حورجيكم بالتصاميم كيف استخدامها. وكنت حابة أعرف منكم التصاميم اللي حعملها، بتكون أضيف عليها ميوزك ولا أحكي شو عم بعمل؟ وهو المتعارف عليه إنه يتم إضافة الميوزك صراحة في هيك شغل فني يعني. ولا اكتب لكم شو اللي عملته واضيف موسيقى، بدي رايكم بهاي القصه بعد اذنكم. بالنسبه للوصفات اليوم خلصت اللي انا قدمتها، بتمنى يكون كله عجبكم. اذا كنتم مشتركين بالقناه ومو مفعلين زر الجرس، فيا ريت ما تنسونا بالتعليقات واي اسئله انتم بدكم اياها، وانكم تشاركوا الوصفات مع اي حدا بهمه هيك وصفه لحتى تعمل فائدة على الجميع. وإذا كنتم مو مشتركين ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم برعاية الله، مع السلامة.